أيها السادة، نرحب بكم ونرحب بضيف هذا البرنامج الفنان القدير غانم الصالح. أهلا وسهلا فيك بصلاح، ونحن سعداء بهذا اللقاء. يا أهلا وسهلا فيك أم خالد، وسعيد بلقائي مع المشاهدين الكرام. بصلاح، في الواقع نود بداية أن يكون سؤالنا سؤال تقليدي، وهو كيف كانت بداية غانم الصالح؟ ردك إيه، بس أنا بقولها باختصار شديد. يعني بداية كبدايات، يعني طبعا نبعت من الموهبة، ومن ثم الموهبة إلى الاحتراف أو شبه الاحتراف، ما نقدر نقول احتراف يعني كامل. وطبعا نبعت الموهبة هذه من أيام الدراسة من المدرسة لغاية ما بداية المسرح العربي و إشراف وزارة الشؤون عليه، ومن ثم إشراف الدكتور الله يرحمه زكي طليمات عليه. وكنا إحنا من الجماعة اللي تقدموا في سنة 61 لغاية ما بدأنا مرحلة التجربة ومرحلة الاختبار ومرحلة الإثبات الوجود ومرحلة أن نتعلم كيف نعمل على خشبة المسرح، كيف نقول الجملة، كيف نقول نعمل الحركة. يعني عملية اختبار وعملية امتحان في هذه الفترة الطويلة اللي قدمنا فيها أعمال مسرحية باللغة العربية طبعا، وطبعا هذا أساس يعني لغاية سنة 64 بعد ما بدأ المسرح في مرحلته الجديدة اللي هو تكوين الفرقة المسرح العربي بأيدي إدارة شباب من نفس الفرقة، قدموا أعمال بدت محليا، وكانت باكورة إنتاجهم هي مسرحية عشت وشفت إخراجا وتمثيلا وتأليفا محلي. ومن استمرارية المسرح واستمرينا معاه بمواكبة نهضة المسرح العربي وتقديم أعماله إلى تقريبا سنة قبل 6 سنوات أو 7 سنوات أنا تفرغت لي أعمالي أو تفرغت لشغلي الخاص. بصلاح، مرحلة زكي طليمات، أو لنقل زكي طليمات، ماذا يمثل بالنسبة للفنان غانم الصالح؟ الله يرحمه الدكتور زكي طليمات، لا شك أنه أستاذ، وأستاذ كبير في عالم المسرح. تتلمذنا على يدينا يعني قد يجوز في بعض الإخوان تأثروا فيه وتأثروا بمدرسته، ولكن احنا تعلمنا منه المسرح، حب المسرح، الأداء المسرحي، الحركة المسرحية، حتى عملية النفس، النطق، الفواصل، مخارج الألفاظ والحروف، كل هذه طبعا كانت لنا كمدرسة من الأستاذ زكي طليمات. ومن ثم عملية بعض الإخوان كان لهم هوايات معينة، اللي كان يهوى الإخراج، اللي كان يهوى الحركة المسرحية، اللي كان يهوى مثلا المكياج، نفس الشيء. كانت هناك يعني مثل ما تقولين تدريبات واختبارات لهؤلاء الأشخاص اللي يحبون أنهم يكونون يمتهنون هذه المهن. لا شك أن الإخوان كلهم طبعا لم ينسوا زكي طليمات وما قدمه زكي طليمات للمسرح الكويتي عموما وللمسرح العربي خاصة. ونتائج هذه المدرسة ونتائج هذا التعلم واضح الآن بيد أولاده وبيد تلاميذه، ولا زالوا في تقديمهم لأعمالهم وماشيين في المسرح إن شاء الله قدما إلى الأمام. بصلاح، بعد ما كنت في المسرح العربي أو بدايات على يد الأستاذ زكي طليمات، كنت قدمت أعمال متميزة، أعمال بالفصحى، أعمال مستمدة من التاريخ، وكانت النقلة عندما قدمت أول عمل لفرقة المسرح العربي وهو عشت وشفت. هذا العمل مثل ما ذكرت أنه نصا وإخراجا وتمثيلا كان محلي بحت. دورك في هذا العمل كان هو دور مستمد من البيئة، ويعطي صورة عن ابن البيئة الذي يريد أن يتطور ويتعلم، وبالتالي ينقل زوجته من مرحلة إلى أخرى. هذه المرحلة وهذه الأعمال لماذا لم تستمر
وانقطعت عن تواجدها على الساحة الفنية. مخالي طبعا المسرح يواكب العصر في كل تطورات التطورات الأحداث اللي تصير على الساحة، سواء كانت هذه الأحداث سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. طبعا هذه وظيفة المسرح. في البداية في الستينات لما قدمنا عشت الشفت، أو لما كتب الزميل سعد الفري هذه المسرحية، تناولها باعتبار أن هذا الموضوع جديد على المشاهد، من ثم اللي هو معاناة الإنسان القروي أو الفلاح، وموضوع جديد لم يطرق له من قبل، وبالتالي حب أنه يعطي هذا الموضوع أهميته بالنسبة لحب المزارع وحب الفلاح أو حب القروي أرضه وتمسكه بأرضه وتمسكه بعاداته وتقاليده، وبعدين يعمل صراع ما بين الجيلين. هذا الموضوع في ذاك الوقت وفي ذاك الزمان كان ماشي كبداية وكإثبات وجود، كبداية المسرح كان هناك تنافس ما بين الفرق جميعا، فكل واحد ينتقي مواضيع تكون من البيئة ومن يعني مثل ما تقول الوقت اللي كان في ذاك الوقت ذاك الزمان أو الأحداث أو العصر في ذاك الزمان. الآن المسرح تطور بعد مرور 25 سنة على بداية الحركة المسرحية بالكويت، لابد أنه يواكب الأحداث العصر، ما يحدث على الساحة العربية أو ما يحدث على الساحة الخليجية أو على نطاق محلي ممكن يوظف إلى المسرح، بحيث أن المسرح يبتدي يخدم قضايا الإنسان ويطرحها. وهذا ما حصل في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة، بدأ المسرح يواكب الأحداث وبدأ المسرح يطرح قضايا تهم المشاهد، قضايا سواء كانت محلية أو عربية، ابتداء مثلا من أذكر من المسرحيات مثلا ممثل الشعب كانت في ذاك الوقت تعرض وكان الانتخابات ماشية، إذا مع حدث معين كان في الكويت، حرم سعادة الوزير ويتكلم عن الصراع ما بين البطانة اللي حوالين الوزير أو أي وزير يعني، مثلا باباي لندن تكلم على نطاق أوسع كان نطاق عربي. الآن مثلاً مسرحية حامد ديار، وقبلها كانت دقة الساعة، فرسان المناخ تتكلم عن أزمة اقتصادية حصلت، صبوحة اللي قدم المسرح الشعبي، وهكذا رحلة حنظلة اللي قدم المسرح العربي. كل مضامينها وكل ما يطرح فيها من أحداث تواكب العصر اللي احنا فيه، وهذا هو رسالة المسرح. فأعتقد أن المسرح يعني في الوقت الحاضر بدأ يتفهم ويتلمس قضايا الناس وبدا فعلا يخدم. يلا يا حمدي اخذ جنطتك وملفاتك والحقني المقهى. بأمرتي. بأمرك تنك شنو بعد انت؟ المحاسب عندي. اي نعم. يلا انت المحاسب مالي، ونقول لهم يبغى لنا شيكات ولا احنا بعد محاسب. انا محاسب يعني عندي انا. كنت محاسب. انا دلوقتي مش محاسب، انا فونش. حمدي لا تخاف. فونش يا عم. حمدي. حمدي مين؟ حمدي الفيومي. لا مش انا. انت حضرتك مين؟ حضرتك مين؟ عمك منصور بحضيه. ما اعرفكش. يا ما اعرفكش. المساله فيها مخابر، انا ما اعرفكش يا عمي. سوري سوري يا عمي سوري. مخابر ما اعرفكش. انا مش قدك مش قدك يا عمي. هو انا بتاع مخابر؟ حرام عليك يا عمي، ده انا عندي عيال فكين حلوقهم، كل حل زي حل سيد قشطه يا عمي. حرام عليك. هو انا بتاع مخابر؟ حرام عليك. حدي حدي مين وفيومي مين وفيومي؟ انا بتاع مخابر يا عمي، ده انا حاجتين بعد ربنا بخاف منهم. شنهم؟ المخفر والزهيو بتاعكم ده، ما حبوش ما حبوش. على هالحكي اللي سمعت ما كنا ثلاجاتكم ترسها زهوية. لا يا عمي سوري يا عمي سوري، مش كل زهيوي زهيوي. الزهيوي بتاعنا مسمسم. مش زي الزهيوي بتاعكم اللي زي العجل ده. حرام عليك يا عمي. عمدي خل نروح المخبر. انت خليت المخبر ودشيت البوالي على يدك. انا مش يا عمي، انا ما بتعرفش مخابر. انا مش عمي. حرام عليك يا عمي. بري 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 منك. بري بري. اطلع من هدومي يا عمي. حرام عليك يا عمي. حرام. يا خاشم يا خراشي يا خرامي. هو اللي بتاع مخابر. على اخرك يا حمدي هتروح مخبر يا عمي. على اخر الزمن هروح مخبر انا يا عمي. خلاص يا عمي. بري بري. يا روح ما بعدك روح يا عمي. ده انتوا كويتة وتفهموا بعض. ما تدخلنيش. اوي يا عمي. واوي كمان. واوي كمان.
هل تعتقد ان يعني الحركه الفنيه في الكويت مواكبه لكل الاحداث والتطور الذي حادث على الساحه في المجتمع ماليا واقتصاديا وسياسيا؟ من اي ناحيه؟ او بمعنى اخر ان الحركه الفنيه تخدم القطاعات الاخرى بشكل او باخر بحيث تقدم السلب والايجاب في هذه القطاعات. نعم لا شك. طبعا هذه من وظيفة المسرح أن يقدم الأشياء السلبية سلبيات المجتمع، بس لا يضع الحلول، لا يستطيع أن يضع الحلول. هذه الحلول تترك للإنسان نفسه أن يحلل هذا الشيء أو يتعايش مع الفكرة المطروحة. سلبيات المجتمع كثيرة وأخطاء موجودة في المجتمع، سواء كانت عن طريق الإنسان كإنسان أو عن طريق مثلا مؤسسات معينة أو شركات أو وزارات أو بما يهم المواطن نفسه. فطبيعة الحال رسالة المسرح هو عملية توضيح وتحليل ومن ثم توعية وإرشاد للمواطن، إنما عملية وضع حلول يعني أنا استصعبها الحالة هذه. مصلاح، منذ آخر عمل مسرحي لك اللي هو فرسان المناخ لم تشارك بعمل مسرحي، السبب في هذا؟ ولا كل سبب ولا شيء. لا بس مثل ما يعني الدور إذا حصل دور مناسب لي له مانع، بس ظاهر ما في يعني خلال الموسم اللي فات أو الموسم الحالي دور يكون مناسب لي، أو لربما هناك دور لكن ما أبي أكرر نفسي في أدوار معينة، يعني ما يخالف نغيب سنة سنتين ونطلع بعمل شوية يختلف أحلى أقوى يكون أحسن. كان يعني متعارف عليه ضمنا أن غانم الصالح منذ بداياته أنه الممثل وضع في قالب أداء تراجيدي، قالب درامي، ولكن عندما مثل الكوميديا نقدر نقول غانم الصالح تفوق على نفسه، وخاصة في الأعمال التلفزيونية المميزة. إيش تقول فيها؟ أنا أعتقد أن كل إنسان بطبيعته البشرية يعني في مضحك ومبكي، يعني طبيعة الإنسان ميال للحياة الاجتماعية وميال للنكتة وميال للضحك. ما في إنسان معقول أنه بيصك على روحه في حجرة ولا في مكان معزول أو ويترك العالم ويهاجر الناس، لابد أنه يختلط. الاختلاط هذا يولد طاقات في نفسه، إن كان إنسان صاحب نكتة أو إنسان صاحب فكر معين أو إنسان مثلا عنده أراء وعنده أفكار وعنده نضوج عقلي وعنده، تلاقي يبرز هذه الأشياء. كذلك الفنان أعتقد ما يصك على نفسه في مثل ما نقول إحنا قوقعة، أو يمشي على وتيرة واحدة أو على خط واحد. لابد أن تلاقي فيه جوانب فيه تغير من سلوكياته هو كإنسان. يعني ممكن تقول والله هذا الفنان لا يمكن يطلع من هذا ممثل تراجيدية مأساوي دائما حزن دائما المأساة على وجهه، لكن لو حصل له نص معين أو حصل له مثلا موضوع حلو وشاف مثلا نص جيد والاصطف اللي معاه شايلينه ممكن يبرز هو يعطي من عنده. لكن إذا صار محكور وإنسان يعني مغلق وإنسان هذا لا تقول هذا، لا تعمل هذا، لا تسوي هذا، فتلاقي نفسه محصور يمشي في الخط اللي هو الرسم له. أنا أقول يعني إن الفنان لازم يلون، والتلوين مو شرط إنه يكون هو يعني أصله كوميديان. في ناس كوميديان كوميدي وتلاقينا في الحياة تراجيدي، يعني لو توقع الذبانة على خشمة يمكن يتهاوش معها لكن لما يطلع على الخشبة أو أمام التلفزيون أمام كاميرا التلفزيون يطلع إنسان ثاني ينفصل يصير عنده انفصال. والعكس تلاقي إنسان في حياته وعلى المسرح وأمام الكاميرا هو طبيعته كذي، سواء مع أصحابه مع بيته مع ربعه مع جماعته مع أهله هو طبيعته. نقلته على الخشبة هو نفسه، هذه عاداته. كأن الواحد لما يشوفه يقول فلان ما تغير، هو هذه حركاته وكلامه وهذا. فبتهيالي عملية النقلة جات خدمة مثلا في نص مثلا خدمني اصطاف معي خدموني طلعت قدرت أبرز، وهذه فرصة الواحد يعملها طالما هو عنده الإمكانيات عنده الطاقة يبرز. دورك في خرجة ولم يعد من الأدوار المميزة والتي تركت بصمة غانم الصالح فنياً،
هذا الدور يعني أو العمل لم يتقبل محليا ولكن عربيا كان لصدى كبير، ما رأيك؟ هو صحيح، يعني أنا أذكر أن في بعض الدول العربية في شمال أفريقيا في تونس يعني كنت في زيارة لها قبل كم شهر، هناك مشهور وايد يعني سليمان بوريش ينادون، يعني هذا دليل على انهم متفاهمين اللهجة ولو ان بعض الكلمات قد تفوتهم، ولكن الإطار العام والتدريب الكوميدي تعتمد على الحركة اكثر ما هي تعتمد مثلا على الحوار او شيء من النوع، فكانوا متفاهمين للنص متفاهمين للموضوع ويبتدون يناقشونك ويسألونك عن اعمال اخرى اذا كان على نفس المستوى، ويات رسائل كثيرة للتلفزيون واحنا في بيننا وبينهم تبادل رسائل، كذلك في الاردن في سوريا في العراق في طبعا بالاضافة الى دول الخليج. إذا المعنى أصبحت الآن اللهجة غير عائق، مو عائق يعني إن أعمالنا أن يصل العمل بس تكون يعني مو اللهجة القديمة كلش أو يعني اللهجة المعاصرة لهجة الشباب أو لغة الشباب يتفهمون لها هناك بشكل جيد. فأعتقد وبعدين مسلسل خرج لم يعد، الحركة اللي كانت تنعمل ترى كانت تعمل تلقائية ما فيها مبالغة من الممثل نفسه تطرح من خلال الحدث من خلال الموقف تطرح الحركة تنعمل الحركة ينقال لفيه النكتة يعني ما يكون مثل ما تقول مرسوم وهذه أشياء يعني تجي تلقائية لو عادها مرة مرتين يمكن ما تعطي ما تطلع. طيب أبو صلاح، هل تعتقد أن الكوميديا التي تعتمد على الموقف أكثر يعني أنها تعيش وأكثر تستقطب إضحاك من الجمهور، أم الكوميديا التي تعتمد على حركات الوجه والجسم واللفظ؟ الكوميديا الدائمة هي كوميديا الموقف، عمر الكوميديا ما كانت تهريج. فلان أنت كذا، فلان كذا، أنت فلان طولك، أنت فلان شكلك كذا، هذا كلام لا. الكوميديا الأصيلة، الكوميديا الرائدة هي الكوميديا الموقف. الموقف هو اللي يضحك، الفنان لا يضحك. لما نحط في موقف يضحك. في هذا المجال انت ذكر لك كذا دور اللي هو دور البدوي في اكثر من عمل عملته اللي هو كان يعتمد على يعني تيلي كنت في احدها عري وجاي من البادية واللهجة اللي كنت تتكلم فيها، فكان هذا الدور كثير قريب من الناس حتى البعض يعني اثار نقطة كيف تقمص غانم الصالح دور البدوي واجاد اجادة تامة. يعني ما أدري، هو طبعاً أول شيء أنا أحب أهل البادية هذا أول شيء، حبي لهم وايد، أنا أحبهم وأحب سوالفهم وهرجهم. الشيء الثاني اللهجة اللي كنت أقولها هي لهجة عريب دار أسميها على أساس تكون من جميع مفهومة. القبائل نعم. يعني ميها حق قبيلة معينة أنت عارف أني كذا قبيلة موجودة عندنا في الجزيرة العربية وفي الخليج وفي الكويت، فبدل ما تكون محصورة لقبيلة معينة حتى لا يكون في حزازات أو حساسية خليناها عايمة بالإضافة أنها تكون واضحة ومحببة، وحطينا عليها شغلات مثلا من فيلم عنتر وعبلة لهجة بيرم تونسي يعني ضفنا عليها طبعا هذه اللهجة البدوية الأصيلة بالإضافة أن تفهمي لبعض حركاتهم. وأنا صغير كنت أروح عند كان الوالد فكان الوالد ديونا من أخواننا أهل البادية من جميع وقاعد أتسمع أنا حلجهم وحاجيهم، بالإضافة أن والدي يتكلم طبعا بدوي فأخذ منه ألقط منه شوي شوي فتي بعض بالإضافة إلى إخواننا مثلا من أهل البادية أسألهم في 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 إفيهات معينة في شغلات معينة وين تدخل وين تي وين هي الإفيه وصداه بالنسبة لأهل البادية يعني موقعه عارف شلون بعض الإفيهات اللي هي اللي مثلا لما واحد يبي يطنز أو بيسخر أو شيء من النوع وين تي كلها وقع يعني مهم فيها في الناحية هذه اي فألقط يعني مثل ما تقول اجتهاد شخصي من اللي ألقط مني بس هذه طبعا هي محتاجة إلى تركيز من الشخصية طبيعي. بصلاح يقال دائما أن في المسرح الكوميدي هناك أبطال بارزين وأبطال يعني هم يشيلوا العمل بنفسهم بعكس المسرح التراجيدي أو العمل في التلفزيون أو العمل الدرامي في الإذاعة، ليس هناك بطولة مفردة لشخص، إنما في المسرح الكوميدي هناك البطولة المطلقة لشخص، ما رأيك في هذا؟
بطولة مطلقة لشخص نعتقد أو ترتبط الكوميديا أو البطولة في المسرح الكوميدي بشخص ما. أي بس هم الشخص هذا محتاج إلى أشخاص حتى يوصلوا للي هو يبي. يعني أنا أعتقد أن فريق الكوميديا مثل فريق كرة القدم، باصيني وباصيك باصيني وباصي حتى نوصل إلى الجول. أما في إفيهات معينة مرتكزة على كلامي لازم أقولها، إذا ما أقولها ما توصل لك أنت أو لا يمكن أنك تقولها. لازم أنا أفرش لك الإفيه، أمهد لك الإفيه، أنت كذلك بالمقابل تمهد وتفرش لي الإفيه علشان أعطيك إياه. إذا هي العملية عملية تعاون، كون يبرز اثنين او واحد هذه يكون من اجتهاد نفس الشخص، يعني نفسه اجتهاد منه، الله معطيه موهبة الحضور موهبة البديهية عنده ممكن يبرز. انما العمل الكوميدي هو جماعي، لازم يكون جماعي والا ما توصل النكتة ولا فيه يوصل. لو برز فيها واحد ممكن مرة مرتين وبعدين ينتهي. يعني محتاج الى من يقف معاه، يسند البطل. يعني كلمة إسناد في بعض الأحيان ممكن تسند، لكن في بعضها مو على طول إسناد، ممكن أنت تبرز فيها وممكن هو يساعدك على أنك توصل إلى إفيه معين أو إلى لزمة معينة. لازم مساعدة الجميع. عملية البطل الواحد هذه كانت في السابق، أما الآن أعتقد أنه صار العمل لازم يكون جماعي بكل متكامل. أبو صلاح يلاحظ أن الجمهور والناس لا زالت متعلقة بالأعمال القديمة وخاصة الأعمال المسرحية الكوميدية. يعني الآن لو عرضت عشت وشفت يتهيألي بتلاقي صدى مثل ما تعرض فرسان المناخ. يعني سبب في هذا ما أدري، يعني كل طبعا أي شيء قديم لا نكهته ولا يعني ريحته الطيبة مهما كان. حتى الإنسان يشتاق إلى القديم ويشتاق إلى الرجوع إلى الوراء، بيحس براحة ويحس بنكهة حلوة. طبيعة الحال مثل ما قلت لك أنا في بداية كلامي، المسرح أول ما بدأ كانت الناس في تقبل عليه، مهما كان يقدم فكانت الناس في تقبل منه، فكان اللي فيه في ذاك الوقت أو النكتة في ذاك الوقت لها وزنها ولها قيمتها. الآن كثرت المشاهدات والناس بدأت عندها نوع من الوعي الفني وبدأت المقارنة، والناس قامت تشاهد عدة أعمال وعدة تلفزيونات، فصارت النكتة عزيزة والإفيه صار عزيز. عشان أنت تقوله يبي لك وقت وتقعد تسأل وتفحص وتقول هاي والله خاف أن أكرر لأن أنا قلتها في العمل الفلاني. لكن قبل كانت نكتة جديدة طازة مثل ما يقول، لسه يعني ما بعدها ما أخذت يعني ما اعتقت، فكان في تقبل منها. الآن يعني صارت النكتة صعبة أو البحث عن الإفيه عون الموقف محتاج إلى وقت ومحتاج إلى فكر وذكاء ونوع من الحضور ونوع من البديهية ونوع من تجميع يعني شغلة معينة أو خطوط أو موقف حتى توصل إلى النكتة أو توصل إلى الفيلم. مصلاح، هل أنت طبعا متقاعد، هل نقدر نعتبرك فنان متفرغ أم غير متفرغ؟ بدل متقاعد متفرغ. طيب ما تلاحظ أن يعني تقاعدت مبكر؟ لا والله ما عن بكر، بعد 24 سنة خدمت بالعمل الوظيفي وبعدين حتى الواحد يعني مثل راعي بالين كذاب يعني أمس وظيفة ومني بعدين ميعدلة خلني أتفرغ حق شغلي فني. أعرف شو عرفتي شلون، بحيث إن يعني لما يحصل سفر يحصل مثلا وما أكثر ما يحصل من الأسفار، فميعدلة إنك أنت كل يوم ماخذ إجازة وتحرج نفسك وتحرج المسؤولين معك، فخليك متفرغ لعملك بحيث أنك تقدر تكرس جهدك عليه في نفسك تقدر تعطي وتنتج أحسن. لك تجربة في الإنتاج، أعتقد عمل مسرحي واحد بس هو اليتيمي المسرح الجديد. طيب ليش ما استمريت في الإنتاج؟ والله عملت ليش ما استمرينا، هذه تأخذ لها وقت طويل. بس يعني مثل ما تقول للإخوان اللي مشتركين في المسرح الجديد غير متفرغين. نعم. يعني معي الأخ خالد النفيسي والأخ علي البريتشي والأخ أسد محمود وأنا، إحنا الأربعة في هذا المسرح مو متفرغين، هذا مشغول وهذا يسافر وهذا يبون المسرح الفلاني وهذا مشغول في المسلسل الفلاني، فعشان نلم بعضنا محتاج المسرح، أي مسرح، إدارة يكون إدارة يفهم في شيء اسمه الفن لكن لا يعمل بالفن، يعني يدير المسرح كفني أو كإنسان فنان يدير المسرح لكن لا يعمل بالفن، يعني لا يحترف
تمثيل انما يديره ممكن انما انا لو مش انا فضيت لا قال ما فضى انا فضيت اثنين ما فضى انا فضى ثلاثة ما فضى فمحتاج لتفرغ لكن نقدر نقول يعني في بادرة ان احنا ان شاء الله نرجع على بعض تجمع على بعض مرة ثانية. ابو صلاح اخر ما شاهدنا لك هو ورقية وسبيكة، دورك في هذا العمل هل يختلف عن دورك في خرجه ولم يعد؟ اي يختلف يختلف بالمضمون يختلف كذلك بالكيف. الدور في هذا المسلسل قد يجوز هو من الشكل انه يعطى ان الانسان على يعني على طبيعته وعلى فطرته، ولكن يملك ذكاء ويملك حساسيه ان انسان محب لمن احبهم ومحب لعمله، محب انه يوصل هؤلاء يعني يوصل زوجته او يوصل اختها او يوصل الناس اللي حبوه الى بر الامان، وعشان يوصلهم الى بر الامان دائما ينبههم ودائما يقول لهم الغلط وين. هو هذا تقريبا الدور. فعشان كذي هو ماخذ الطابع الاجتماعي الكوميدي البوليسي. طيب بعد هذا هل في اعمال بالنسبه لك في الطريق الان؟ والله الاعمال ما تخلص يعني، بس في مشاريع ان شاء الله في من قبل الانتاج اعتقد سعودي للاخ ابو مسامح، ممكن في خلال شهر رمضان، وفي اعمال خليجيه في بعد رمضان، العمل ما ينتهي. ابو صلاح في نهايه هذا اللقاء شكرا لك والله يعطيك العافيه ويا هلا فيك. تسلمين. شكرا لك. شكرا لك وشكرا لإخواني المشاهدين، وأتمنى أن يلتقي معهم دائما على المحبة وفمان الله. أهلا وسهلا فيك مريم، ونحن سعداء بهذا اللقاء. شكرا. أهلا بيك وبالجمهور. مريم، نود بداية أن يكون سؤالنا تقليدي. إحنا كما يعلم الجمهور أن بدأتي منذ الستينات وبالذات مع الأستاذ المرحوم الدكتور زكي طليمات. مريم، تقييمك للأعمال المسرحية الكوميدية التي كانت تقدم في الستينات والفترة اللي تلتها، إيش تقولين عنها هذه الفترة بالنسبة للحركة الفنية عامة؟ الحركة الفنية كانت جديدة بس كانت نشيطة نشيطة جدا، يعني المسرح الشعبي كان شغال تمام، وكانت مسرحياتها فعلا يعني المسرحيات الكوميدية الناجحة جدا في أيامها، يعني وأغلبها من تأليف أخونا عبد الرحمن الضويحي ومن إخراجه ومجموعة المسرح الشعبي، وكذلك المسرح العربي اللي هم الجماعة الأخ عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفري، وكان يخرج لهم حسين الصالح، وكانت مجموعة طيبة اللي كانت أساساً مع الأستاذ زكي طليمات. فانشقوا جماعة راحوا للشعبي وجماعة راحوا للعربي، وفعلاً كانت الأعمال قيمة، يعني كانت الكويت سنة 2000، كانت عشت وشفت، كانت أغنم زمانك، المسرحيات هذه كانت ناجحة جداً، وكانت في مواقف تحصل لك بالحياة برا، وأنا من النوع اللي أحب ألاحظ، يعني إذا دخلت أي مكان شفت واحدة تتكلم بطريقة معينة أحط بالي عليها وأشوف شنو الطريقة والأسلوب اللي تتكلم فيه. بس من المواقف الظريفة فعلا اللي مرة تعرضنا له وكانت معي الأخت مريم الغضبان قديمة، هو كنا في القاهرة وكانت الفنانة زوزو حمد الحكيم عازمتنا على مسرحية في اسكندرية اسمها لا حدود، كانت عن فلسطين، جادة المسرحية حتى يعني حتى فيها كآبة وابتشة، وأنا طول المسرحية قاعدة أضحك لدرجة الناس التفتوا علي ما يدرون شو السالفة. وإحنا رايحين للمسرحية أنا والأخت مريم قضبان، أنا تعرفين في الستينات كنت ضعيفة كلش، ومريم سمينة، وبعدين في واحدة يمكن انت تعرفينها بنت اخت الاستاذ زكي طليمات الله يرحمها اسمها انتصار، طويلة وايد، وكانت بنت اختها معاها قصيرة، فاحنا مو واخذين بالنا من هالتشكيلة اللي احنا فيها، وماشيين في الشارع، شارع ما كان واسع، ماشيين كذي
على عرضنا الأربع ماشي. تدرين الشعب المصري دمه خفيف، فواحد يا يركض من ورانا نسمعه يركض، كان يقوم ويلف قدامنا، كان يطالعنا، كان يسوي كذي بيدينا. انتوا جايبينكم منين؟ ايه التشكيله دي؟ انتوا جايبينكم منين؟ التخينه والرفيعه، الطويله والقصيره، تجايبينكم منين بس؟ قولوا لي جايبينكم منين. انا فعلا طالعت، انا اول ما احنا ماخذين بالنا من نفسنا طالعت البنات كذي، لقيت كلامه مضبوط، قعدت لك ارفس من الضحك. دخلت المسرحيه، مو هو في الطريق يقول انا المسرحيه جاده طول الوقت وانا قاعده اضحك على الموقف. مريم، في نهايه هذا اللقاء شكرا لك ويا هلا فيك. يا هلا فيك. معانا الفنان الكوميدي. يا حلاوه، اهلا وسهلا فيك. مظهر ابو النجم، تفضل. أخ مظهر، رحب فيك في إطلالتك على جمهورك من خلال هذا البرنامج، ونحن سعداء بهذا اللقاء. في الواقع سؤالنا تقليدي جدا هو: كيف كانت بداية مظهر أبو النجا؟ والله وكانت بداية مظهر أبو النجا في مسرحية سيدة الجميلة، كانت إخراج الأستاذ حسن عبد السلام، بطولة الأستاذ فؤاد المهندس ومدام شوكار وحسن مصطفى وسيد زيان وفاروق لوكس وزوز شكيب الله يرحمه. طيب ما هي حكاية يا حلاوة؟ يا حلاوة دي هي حكاية كانت بدايتها ان احنا كنا شغالين في رواية في مسرح الريحاني، اخراج برضو الاستاذ حسن عبد السلام، كان اسمها الملاك الازرق، وكانت بطولة الاستاذ مدبولي ومدام هدى سلطان ومدام نبيلة السيد والاستاذ سيد زيان والاستاذ ابراهيم سعفان والاستاذ محمد شوقي وصفية العمري ومجموعة كبيرة من الفنانين. وقال لي لابد أن يكون هناك للولد الفلاح ده لازمة معينة ننقيها، فاختار يا سلام أو يا عيني أو يا حلاوة. قلت له والله أنا شايف يا حلاوة تمشي في جميع الأوضاع، كلمة حلوة وخفيفة. فقال لي خلاص نقول يا حلاوة. فبقى الواد ده ينضرب يقول يا حلاوة، ياخدوا مني الوزة بتاعت العيلة يقول يا حلاوة، وخرجت الجماهير من صالة السينما تردد كلمة يا حلاوة. هذا الفيلم بطولة الفنان عادل إمام والفنانة المرحومة ناهد شريف والفنانة صفاء بالسعود وحياة أنديل، وكان في وجه جديد أيامها اسمه فاروق يوسف. طيب هل تعتقد أنه يعني اللزمة هذه ضرورية لكل فنان في بداية حياته الفنية؟ لا والله أنا بعتبرها ضرورية، لأن أنا اشتغلت عدة مسرحيات محدش حس بيا إلا بعد يا حلاوة. لما جاء الفيلم بتاع يا حلاوة بصيت لقيت أي، لما رحنا الأردن قابلوني الناس في الشارع وقابلوني في المسرح ويقولوا يا حلاوة. لما جيت الحمد لله الكويت في المسرحية لأول مرة أجي الكويت، فبقيت خايف لما يعرفونيش، لأن ما هم فعلا عرفوني ورددوا كلمة يا حلاوة في أول دخولي على المسرح، فلقيت جمهور كويتي بيقول يا حلاوة في نفس واحد، فسعدت بها سعادة وقلتها له. لقد ظهرت بداية كنجم كوميدي، هل كان هذا باختيارك؟ هو ما كانش باختيار، يعني أنا لما نيجي نبحث نقول إن أنا أصلا ما كنتش عايز ابقى ممثل لا كوميدي ولا دراما. طيب شنو كنت؟ انا كنت عايز ابقى مطرب. مطرب. طيب هل كنت مكتشف ان صوتك جميل انك تكون مطرب؟ كنت انا بالنيابه عن مقاييسك طبعا. مقاييس انا. فبقول ان انا مطرب عظيم، وكنت بقلد الفنان الكبير الراحل فريد الأطرش. فحفظت الكتيب بتاعه، وكنت ساكن فوق السطوح، والسطوح ده هو مفيش حد سامعك الا انت. فانا اللي بسمع نفسي. بتهيالي ان انا فريد الأطرش، يعني انا اللي هسد مكانه او هبقى منافس لفريد الأطرش لان صوتي قريب منه، ده بتهيالي انا. واحلم احلام غريبه جدا ان انا نازل من روز رايس والبدايه والنهايه شفتهم في لحظه. غنيت في حفل عام ولا حفل عام؟ البيت اللي انا فيه صاحب البيت فتح الشقه على بعضها هول وشقه كبيره. وعنده فرح بنته وعازم الناس كتير جدا. وبعدين انا طبعا عايز هديه هديه، فقلت له انا هديتي غنوه لبنتك في فرحها. قال لي انت بتغني؟ قلت له ايوه. انا في حالي ماشي في حالي فنان، ف
فماشي في حاله ومحدش يسمع صوتي. فقال لي والله ده احنا يسعدنا ده وبالليل تتفضل وانت وقدمني. بالليل انا رحت شربت طبعا ينسون وطبت نفسي ونشيت نفسي ولبست البدلة. وكان في فرقة معاكم؟ فرقة موسيقية كبيرة جايبين نمر ومطربين من إذاعة اسكندرية ومطربات. نعم. برنامج كامل. وانت انا هفتتح الحفل بقى. نعم. انا هاديهم بقى. يعني انا هسخن الحفلة. وان ده بيعتبروه تسخين، يقول لك مطرب جديد لسه بيشوك وصوته حلو هيقول. وكلمت الموسيقي اللي هو قائد الاوركستر، قلت له انا كذا كذا، والراجل قدمني وقال له ده فنان وهيغني. قال طيب اسمك ايه؟ قلت له مظهر ابو النجا. قال لي ايه؟ قلت له مظهر ابو النجا، كلمه تقيله عليه لسه. قال لي طيب تجي لي بعد نص ساعه نكون جاهزين. وفعلا بعد نص ساعه انا جيت، كانت الناس جت والموسيقى جاهزه. ما عملت بروفا او شيء؟ لا. قال لي هتغني ايه؟ قلت له هغني ان حبيتني احبك اكتر وان مليتني راح انسى هواك. كل ما تتغير هتغير وهكون دايما كده وياك. غير ما كانت عجباني يعني. فقدمني، قال سيداتي انساتي سادتي سنقدم لكم الفنان مطرب الناشئ. اسمك ايه؟ قلت له مظهر ابو النجا. قال لي مظهر ابو النجا في اغنيه عاطفيه للفنان الكبير فريد الأطرش، ان حبيتني احبك اكتر. الموسيقيين عارفين بدأوا اللازمه. لا وماشي. انا بقى طبعا بدات قمت داخل في ان حبيتني احبك اكتر. اول ما قلت الكوبليه الاولاني الراجل رمى العود. قال ايه ده؟ قلت له في ايه؟ قال لي قلت له في ايه؟ قال لي لا صوت ولا صوت. المتفرجين ادونوا ظهرهم وقعدوا قالوا ايه ده اللي جايبينه ده؟ والموسيقيين زهقوا مني وكنت صوتنا شاذ وودني بايظ. طيب ليه ما اكتشفتش ده قبل فتره؟ دوز كنت بغني للهوا. انا بغني للهوا وسامع نفسي وفاكر نفسي ان انا تمام وان انا من غير مزيكا مش عارف امتى تدخل وامتى مش دارس ده. وخدت قال لي طب غني، عارفه سوره 16 كده اللي تبقى دودودو كده لو ترايها بالحنيه؟ عايز اخلص لان وشي اصفر وخلاص وتعقد وخدت بعض لحد سقف لي ولا حد هناني. وكانت اخر مره حرمت بقى حرمت وتعقدت عليها سنتين. التمثيل ده انا ما كانش في دماغي، ده انا لقيت اعلان في جورنال بيقول كل من يجد في نفسه الموهبه. قلت يمكن بدل يمكن دي تنفع بدل الطرب بدل ما نفعش. فليتقدم الى قصر الحريه بالاسكندريه للاختبار، والاختبار كان مين اللي هيقوم به؟ حسن عبد السلام وحمد غيث الاساتذه دولت ومحمود دياب. ورحت قلت اتقدم. فانا دخلت هنا من هنا اقدم من هنا، قابلت حسن عبد السلام لاول مره. فدخلت انا اللجنه المفروض تحضري لغه عربيه شاطره واللغه درجه عشان يمتحنوك فيها. فانا دخلت ما معيش في 300 واحد. فلما دخلت اللجنة قالت لي انت معاك قول الدرجة. قلت لهم ما فيش درجة. طب قول اللغة العربية. قلت لهم ما معيش. قالوا امال جاي ليه؟ قلت لهم انا جاي امتحن. قالوا يا ابني لابد ان يكون معاك كذا كذا. نعم. فقعدوا بصوا لبعض كده وضحكوا، لقوا نموذج قدامهم راجل جاي فلاح لسه ما طبيعته جاي. فقالوا طيب لازم نمتحنه بأي شكل. فحسن عبد السلام قال طب اضحك. قلت له ايه ايه؟ قال لي عيط. قلت قال لي اضحك. عيط. اللجنه ماتت من الضحك، وقعت من على الكراسي وانا ما قلتش جمله وطلعت من الاوائل. اللي انا مش عايزه نجحت فيه واللي انا عايزه فشلت فيه. في الكثير من الممثلين، ناخذ على سبيل المثال يوسف فهبي، محمود المليجي الله يرحمهم، كانوا في الاساس ممثلي تراجيديا اكبر واندماج مع المتفرج اللي قاعد. فأقدر أعمل الحركة زي ما أنا عايز، أقدر أنا أندمج يسقفوا لي يضحكوا أبقى عايز أديهم، فبيدخلوني بالشخصية والموت. نعم. إنما أنا في السينما أنا محدود. قفت أمام يوسف وهبي في بداية حياتك الفنية، كيف كان هذا الموقف؟ هو موقف في المسرح لقيت واحد عنده 35 سنة هو ده يوسف بيه.
العزيز تقمص الشخصية عمل شعره وقد دخلت خفت راح مني كلام. المفروض انطق انا ما نطقتش. قاعد يتكلم هو وانا ان انطق الملقن يقول لي قول. اقول ما فيش بيضيت بنسمها الممثل هنا بيض خالص فراح منه الكلام. فين على ما فوت على ما هو بيتكلم على طول ما يسكتش كان فيه ميزة. هو فكر ان انا بديله فرصة ان هو يتكلم. خدت بال حضرتك مع السن. وانا ضايع. ولذلك فين على ما قلت ونطقت الكلام. فنطقت وخلصت المشهد وخرجت ورا الكواليس خفت بقى هيضربني لان بقول لك انه صعب جدا يخطئ يضربه حاجات كده وانا لسه صغير ممكن قوي عشان يعني يضربني. فلقيته بيطبطب على كتفي يقول لي احسنت كويس يا ابني. قلت الحمد لله ما اعرفش ليه انما الظروف خدمتني. هناك اراء تقول بان الجيل الممثلين القدامى افضل بكثير من الجيل الحالي. السبب فيها هو كانوا حقيقة يعني قلنا ده قبل كده ان احنا كلمنا على اساس ان هم ما كانش فيه حاجات بتشغلهم عن اعمالهم. ما كانوش مشغولين بإذاعة ولا التلفزيون ولا حاجة. بس هم كان عندهم ولاء للفن وبيحبوه اكتر مننا. ولاء كبير جدا ويحترموا بعض جدا جدا. احنا بنحترم بعض بس وقت السرعة وبتاع ممكن تشوف زميلك ما انتش حاسس. انما هو شايف زميلتي يقوم قايم من على الكرسي اتفضلي يقوم قايم الكبير له قيمته بتاع احنا تايهين بنجري ده انا البس ايه قصد الراكور مش عارف ايه البدل مش عارف ايه عصر السرعه ضيع الفن. مش ممكن. وبعدين لازم احنا كل واحد انا بطالب ان الانسان ما يعملش 3-4 اعمال في وقت واحد مش ممكن. أعزائي المشاهدين في نهاية هذا اللقاء نشكر الفنان الكوميدي مظهر أبو النجا وشكرا لكم.